مزيد من المباحثات أمام قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل للبت بالصيغة النهائية التوافقية للميزانية الاتحادية الأوروبية للسنوات السبع المقبلة، والمبلغ الذي قد يعتمد نهائيا يبلغ 960 مليار يورو. في حديث خاص ليورو نيوز قال إيغو برادي الخبير الاقتصادي: الخاسر الأكبر هو هذا الطموح الأوروبي الذي يتخلى عن برامج مستقبلية، فقد أبقي على ذات التمويل الهيكلي للبلدان الأوروبية الفقيرة، لكن ألغي مثلا تمويل مشاريع البنى التحتية المسهلة للمواصلات. تسهيل وتطوير التواصل الأوروبي كان من أبرز طروحات المفوضية الأوروبية. أولاف برونز من يورو نيوز يواكب أعمال القمة. حتى ولو اتفق القادة الأوروبيون على المقترحات الموضوعة أمامهم، تبقى هنالك مسألة موافقة البرلمان الأوروبي، ويسأل أخيرا عن مدى إمكانية الإطاحة بميزانية أخذت من القادة كل هذا الجهد. Olaf Bruns, Euronews, Brüssel.